معنا أخونا أبو أسامة من السعودية. السلام عليكم يا أبو أسامة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير، الله يحفظك. الله يمسيك بالخير. الله يبارك فيك ويسلمك. طال عمرك عندي سؤال. السؤال هاته يا أخي. الله يجزاك خير. طال عمرك انا بالحجيات قبل يمكن 4 سنوات، نعم، والان ابغى احج، ولكن الحملات هذه غاليه، نعم، تعرف الشيء هذا، نعم، فما الحكم لو تعديت الميقات كذا يعني بدون تصريح بدون شيء؟ هذا هو السؤال، الله يحفظك. ترى بالمناسبة ترى السنة ذي فيه تشديد قوي، أنا أقوله لك ولمن يسمع من الإخوان حتى لا أحد يتورط بعدين وهذا، فتنبه جزاك الله. الحملات غالية يعني أقل حمل يمكن أقل حمل 4000 والإمكانية هذه يعني لو واحد كذا دون حمل والله ما تعطي 500 ريال. أنا أتوقع أن تجد حملات أقل من هذا يا أخي، يا أخي الكريم. لا حصلت يا شيخ الله يحفظك، في المنطقة اللي أنا عايش فيها في الباحة ما حصلت شيء. ستسمع إن شاء الله الجواب بإذن الله. بعضهم يفعلون كما يفعل أبو أسامة، يقول أن الحملات غالية ويريد أن يتجاوز الميقات بثوبه وبعدين يحرم ويدخل يحج بدون فلوس. ماذا يقال لهؤلاء يا شيخ؟ أقول لي يا أخي أبي أسامة، الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه من سبيلا، استطاع. وهذا في حج الفريضة، نعم. وأنت ذكرت أنك قد حججت قبل 4 سنوات، نعم صحيح. ولا تستطيع الآن أن تبذل كلفة الحج، نعم، التي تطلبها الحملات، نعم. فأشير عليك أنه لا حاجة، وإذا كانت النية صادقة والعزيمة جازمة فأبشر، فإنك تبلغ أجر الحج وأنت في بلدك بين أهلك. الحمد لله. هذا فضل الله، والله تعالى كريم، يعطي الإنسان إذا صدق في نيته ما قصده من الخير إذا حيل بينه وبين ما يشتهي من البر. هذه مسألة، لكن تعدي الميقات بالطريقة التي ذكرت، نعم، هذا لا يجوز لسببين. السبب الأول أن الله تعالى قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام من المواقيت لأهل الجهاد، نعم، فقال لأهل القرن وأهل قرن لأهل نجد وذي الحليفة لأهل المدينة ويلملم لأهل اليمن، فإذا تجاوز الجحفة لأهل الشام، نعم، فلا يجوز تجاوز هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإحرام، طيب. قال هن لهن في حديث ابن عباس، نعم، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، طيب. هذا الأمر الأول، طيب. الأمر الثاني أن تجاوزك الميقات حتى لو أحرم من غير تصريح في إشكالية مخالفة ما رتبه ولاة الأمر، صحيح. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، وهذا فيما إذا كانت الطاعة في معروف أو كانت الطاعة لتحصيل مصالح، صحيح. وهذا من هذا النوع الذي يجب الطاعة فيه، هم لم يمنعوا لسنوات مديدة، صحيح. وأعوام كثيرة ما منعوا ولا أوقفوا الناس من لم يكن هناك حاجة الحج، ما كان هناك حاجة، نعم. لكن لما تكاثر الناس، صحيح. وأصبح في المجيء وتوافد الناس بهذه الكميات الكبيرة إشكالية كبرى على الحجاج، نعم، وعلى التنظيم، نعم، والمناطق لا تستوعب، كان من لازم هذا أن رتبوا هذا الترتيب الذي نسأل الله تعالى أن يثيبهم عليه وأن يجعل فيه خيرا للأمة، فيجب التعاون معهم يا أخي، صحيح. وأما أن يقال أنهم منعوا الناس من الحج هذا غلط، صحيح. وهذا قلب الحقيقة، قلب هم الحقيقة، نعم، يعني سعوا لتيسير الأمر وترتيبه وتنظيمه. لو أن على سبيل المثال مسجدا من مساجد المسلمين يتوافد إليه كثر، فقام جماعة المسجد بمنع الدخول بعد اكتمال الصفوف، هل هذا من الصد عن سبيل الله، وهذا من منع الناس عن الخير؟ الجواب لا، إنما هذا من التنظيم الذي يحصل به حفظ من تقدم وحفظ من تأخر، وبالتالي فأنا أقول يا أخي أنت على خير ولو لم تحج. وقد سأل جماعة من العلماء قديما وحديثا، إذا كان الإنسان قد حج الفريضة وتأثر له بذل المال، هل يحج؟ هذا إذا تيسر له بذل المال، يعني إذا، نعم، عنده مال يبذله، نعم، في الحج، هل الأفضل أن يحج أو يبذله لمن لم يحج أو يبذله في صدقة؟ من العلماء لهم أقوال في هذا على مسالك ومناهج، منهم من يرى أن بذل المال في حق من لم يحج، نعم، إعانة له أو في سد حاجة أكد أفضل من القصد لتكرير الحج. الحمد لله. وأنت على كل حال مأجور على نيتك ولو لم تحج. الحمد لله.